يعني كان السؤال لمولانا عبد الباسط عبد الصمد، انه مسألة تلحين القرآن. هو قال انا طبعا في قضيتين، عشان بعض نعم المشاهدين ممكن يقولوا ان احنا بنخلط القراء اللي بيلحنوا ده حاجة، وتلحين قضية تلحين القرآن حاجة تانية. لكن رأيك في ايه في القضية دي؟ القضية إن لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بال حضرتك، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أها خلينا نخلي اللفظ بقى لغويا عشان الناس تفهم الفرق ما بين يتغنى بالقرآن أو ليس منا من لم يغني بالقرآن. تمام خلي بالك، يتغنى ويغني هم فرق كبير كما بين السماء والأرض. هم الغنن القرآنية ثابتة في أحكام التجويد، هم فالإمام الجزري قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا إلينا منه وصل. همم واخد بال حضرتك؟ فأنا لما أقول إيه؟ أقول الغنة خالية من أي نغم، ولما أنغمها هي ليس هناك إساءة للقرآن، فهقولها من غير نغم وهقولها بنغم. همم فلما أقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خالية من أي نغم. أنا ما أقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا فيها البقل طبعا. طيب، هل خرجت عن المقدار ما خرجتش عن المسموح به؟ القواعد. ما خرجتش. افعل انت ايها القارئ كما تشاء في حدود المسموح به، في حدود القواعد. وهنا تأتي الحرفية. واسمح لي في التشبيه، مع ان في فرق ما بين هذا وذاك. اللاعب المحترف اللي تأتي له الكرة في مساحة ضيقة جدا ويستطيع انه يمارس المهارات يمارس بتاعته، المهارات بتاعته بدون ما تطلع منه اوت. فلو عمل غرزة واسعة وطلعت منه اوت، نقول له انت ما انتش لاعب حريف. عندنا قراء بيطلعوا اوت كتير، بيطلعوا اوت كتير طبعا. فانا مش عاوزك تطلع اوت. انت ليك حركتين في الغنة، اتحرك فيهم. فان زادت منك، اما بقى بالحركتين تتغنى او لا تتغنى، دي مشكلتك، دي مش مشكلتك بقى خلاص. لكن احنا لو انت بدل ما تجيبهم لنا ساده، هاتهم لنا سكر زياده. خلاص، خلي الغنه فيها الجمال وفيها الطرب، وطلعها بقى من الخيشوم. فما تقوليش بقى الا ما طلعت الا ما طلعتش ان، او معلش اصل انا عندي زكام، معلش اصل انا عندي لحميه. دي مشكلتك، صلحها بعيد عننا. معلش، احنا بنتكلم في حاجات ربما، لا طبعا طبعا، يعني الناس هتفاجئ بان انت كده ربما يقول لك بيقصد فلان بيقصد علان. دي مش لا لا خالص، مشكلتنا. ما بنتكلمش عن اشخاص، خلاص احنا بنتكلم دلوقتي في عندنا اسس نحترمها. هو القضيه هنا بقى ايه؟ بتاع التلحين. لا، انا لا يمكن ابدا انني اتي بالقران واصل لدرجه الغناء انني هعزف بيه على عود او على كمانجه او على الى اخره. هذا امر مرفوض تماما.